بص يا استاذ هام، عايزين نرجع بس شويه. احنا بس بننسى، لو حضرتك فاكره في مباراتين اتلعبوا قبل مباراه كينيا ومباراه جزر القمر في نفس التصفيات، بس كانت من فتره كبيره شويه. توجو، فاكر حضرتك توجو؟ رايح جاي. طب ارجع كده للتشكيل، يعني يا ريت حد يجيب لنا كده التشكيل من الاعداد، التشكيل المباراه الاولى والمباراه الثانيه، هتلاقي فيها ست سبع لعيبه برضو اتغيروا. صحيح. وحصل اداء متميز جدا هناك، كان افضل من هنا كمان، وكسبنا ثلاثه. لو حضرتك فاكر الاداء كان اداء كويس جدا. ليه بقى التغيير ده بيحصل؟ مش عشان ضغط السوشيال ميديا. كابتن حسام مش من نوعيه المدربين، لا الشخصيه قويه قوي. لا انا اشتغلت مع كابتن حسام فتره كبيره في السودان، اشتغلنا معاه فتره كبيره في السودان، ولما جه على انبي اشتغلت مع السودان، انبي، الاهلي. الاهلي ثلاث سنين ونص، وانبي ست شهور، والسودان سنه، حوالي اربع خمس سنين. بس ضغط الجمهور النهارده مختلف. والله بصي انا بقول لحضرتك، انا اتعاملت مع كابتن حسام كتير، الضغوط بالنسبه له اصلا ده شغل في النادي الاهلي صعب قوي، والضغوط اللي في النادي الاهلي قريبه جدا من الضغوط اللي بتحصل. عشان كده دايما بقول لعيبه النادي الاهلي او نادي الزمالك بتبقى هي الاقدر بتمثيل منتخب مصر. انا مش عايزين نخرج، بس عايزين السؤال اللي كابتن هاني ساله حضرتك، يعني تغيير النهارده عن مباراه كينيا ست لعيبه، ارجعي برده كده شويه، ريت الاعداد يجيب لنا يعني تشكيلهم شويه. تشكيل توجو في هنا في مصر، وتشكيل توجو في توجو، هتلاقي برضو فيه كام لعيب من غير كتير، حوالي ست لعيب، وكان ده مبرر جدا لان كان في ماتشين قريبين من بعض، زائد ان اللعيبه هنا في مصر بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، يعني الدوري احنا تقريبا خلصنا الدور الاول، تقريبا شبه خلصنا الدور الاول، والدور الاول خلص في حوالي ثلاث شهور، فكل ثلاث اربع ايام مباراه، كل ثلاث اربع ايام مباراه، والاهلي بيلعب في افريقيا، فماتشات كتير بتلعب، فما ينفعش كمان يجي في المنتخب كمان يبقى نفس لازم نفس المجموعه تلعب ماتشين ورا بعض، هتبقى صعبه قوي، هتبقى صعبه جدا. فعشان كده ريح النهارده لعيبه، ولعب لعيبه جديده النهارده، وخد بالك انت بتختار لعيبه في الدوري المصري، عناصر كتير جدا مميزه، في سواء المحترفين اللي بيجوا من بره او حتى اللي في الدوري المصري. فحتى لو غير ال 11 لعيب برضو الطبيعي كمنتخب مصر ما يبقاش فيه فرق كبير في المستوى. انت ما انتش في نادي وبتبقى، لا انت بتختار من 18 نادي دوري ممتاز، عندك لعبه كتير جدا محترفه، فطبيعي ان انت لو غيرت ست لعيبه المنتخب ما يتاثرش، وده بنشوفه في المنتخبات الكبيره في اوروبا، يعني مش مستحيل، وده اللي حصل. عشان كده بقول لحضرتك مش عشان ضغط السوشيال ميديا حصل التغيير الكبير بين مش بسبب ضغط الجماهير يعني. لا لا لا, لا انا اعرف كابتن حسام كويس. فالنهارده التغييرات دي كلها منطقيه جدا في ان المباراه اللي فاتت قريبه جدا من مباراه النهارده، فعشان كده يعني كان حاطط في دماغه ينزل النني النهارده من نفسه. هو حتى كابتن حسام قال الكلام ده هناك بعد كان نتكلم معاه. كان له حوار بعد المباراه على طول مع فؤن، وقال الكلام ده، ان انا يعني النني ممكن يبقى له فرصه كبيره في المشاركه في المباراه الثانيه. هو هناك بصي، هو كان في هدف من في المباراه اللي هناك ان كابتن حسام كان عايز يحققه، وهو انه يخرج بانه يوصل افريقيا. هناك ما كناش تاهلنا، واحنا بنلعب كينيا ما كناش فيه تاهل. فكان كابتن حسام شويه هو عايز، بس فكره يعني رقم واحد عنده مش الاداء، هو عايز يتأهل بقى بانه يتعادل، يتأهل انه يكسب، بس يتأهل اهم حاجه. وده كان هدف مشروع جدا جدا وطبيعي جدا لمدرب مصر. خدي بالك احنا بنتكلم على ان الناس بتقول مجموعتنا ضعيفه، مجموعتنا ما فيش فيها فرق قويه، لا الخريطه في افريقيا بتتغير فعلا، دي حقيقه فعلا، بدليل ان احنا خرجنا من مين هنا في البطوله في 2018؟ خرجنا من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، جنوب افريقيا بره البطوله يا كابتن هاني اللي جاي. صحيح، جنوب افريقيا خرج من السودان اول امبارح ولا امبارح، خسر 2-0 وكان يكفي التعادل. صحيح، واحنا خرجنا احنا خرجنا من دور ال 16 هنا في مصر من جنوب افريقيا. لو حضرتك فاكره كويس. فعايز اقول ان لا بيحصل، ممكن يحصل مفاجآت. فمش معنى ان احنا معانا جزر القمر، مش معنى ان احنا معانا كينيا، مش معنى ان احنا معانا توجو ان مجموعتنا ضعيفه وان احنا كده كده هنصعد، لا الكلام ده ما عادش موجود في الكوره. طب هاخدك